انت يا سلطان؟ لا انا مصايب كلها. هم عارفين. لا احكي لي. طب مثلا كان عندي زمان عربيه كبيره جدا، هي معفنه وقديمه ومكعه بس كبيره جدا، وانا كنت اصغر من كده كمان. فكنت مسميها ساميه. على اسم الاكس. واحد ضحك كتير. انت تعرف ساميه ولا ايه؟ لا ساميه على اسم اكتر مدرسه علمتني زمان، لان العربيه دي علمتني برضه بس علمتني زمان. لا بجد عربيه غريبه لابعد الحدود، بتبطل وبتعطل لاتفه الاسباب. لو حد صاحبي راكب جنبي وشتم على العربيه بتبطل. كانت موظفه قناصه يعني. ساميه. يوم في مره خدت ساميه، قلت اروح اطلع رخصه بقى عشان نبقى ماشيين في الحلال وبتاع. المهم دخلت اللجنه وبتاع، فالظابط قاعد يهزر معايا يقول لي انت هتمتحن لوحدك؟ اصل هو شايفني قد كده والعربيه قد كده، المكان اصلا صغير جدا. قال لي هتمتحن لوحدك ولا ايه؟ قلت له عادي لو ينفع يعني. فهزرت معايا عادي وبتحرك، فعديت الحواجز وانا رايح. وانا راجع مامتي كلمتني، رحت رديت على التليفون في امتحان السواقه. طبعا الظابط ايه بيزعق وبتاع وهو مش سامع وكده، وانا برجع بظهري وبكلم ماما، وطلعت رنت عليها غلط كمان. فطبعا ماما بترن، وعملتها مره في لجنه امتحان رنت عليها برضو غلط في نص اللجنه. بس رديت عليها. وانت بتاخد الموبايل معاك ليه اصلا في عشان الامتحان؟ عشان ماما ما ينفعش ما اردش. ممكن لو رنت عليها دلوقتي. انا دلوقتي عايزه دلوقتي لما تتمتع بي من مواهب كبيره جدا وافاق متسعه ومعارف منتشره، كبريتش الموضوع. ومواهب متدفقه. استر يا اللي بتستر. ايوه. لا ما هو احنا عايزين نقيس القدرات دي في شكل مسابقه. اوكي يا ريت. فاحنا وانتوا كده على وضعكم، كنبه الكرموزي دي، كنبه البامبا دي، كنبه الزرقاء دي، ايوه الكنبه الزرقاء دي، هنعمل مسابقه متعدده الجوانب يعني فيها اداء وفيها معلومات وفيها ذاكره وكل حاجه. تتوقعوا الكنبه القرمزي ولا الكنبه البترولي؟ ايوه القرمزي اهو، في واحد بيفهم القرمزي. انا مش عارفه ليه قلت القرمزي بس يعني ماشي قرمزي. انا عارفه مش عارفين اللون. انتوا شايفين القرمزي، ومين مين شايف البترولي؟ عارفك يالا، عارفك عارفك انت، عارفك استناهم بره. لا على العموم هو واضح انه هيبقى سباق كبير جدا وصدام ما بين الكورنيش والبتروليين.